في المقابل أكد مسؤول في شركة متروجات المالكة للطائرة الروسية إيرباص 321 أكد أن الطائرة كانت في حالة تقنية ممتازة وأن سبب سقوطها لا يفسره إلا فعل خارجي. لا توجد هناك أي عيوب في الطائرة مثل عطل في المحرك أو في النظام قد يؤدي إلى انقسام الطائرة في الهواء، والتفسير الوحيد لتحطم الطائرة أن يكون هناك سبب ميكانيكي أو خارجي، كما أن الطائرة حاصلة على شهادة الصلاحية للطيران هذا العام.